سلام، كديرين بخير؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كلشي وهداك. مرحبا بكم في فيديو جديد. شحال ما درت لكم شي فيديو، شحال ما بوستيت لكم شي فيديو، غبرت عليكم غبرانيه عاوتاني. تقريبا شي 4 شهور ولا اكثر ما درت لكم شي فيديو، ولكن حيت كنت مضغوطه كانت هذه الامور هكا، حيت عارفين نتوما مع السونتر كل موديول كدير فيه لي كونترول كونتينيو في الاخر لو فام يا ريجيونال يا لوكال. المهم كانت عندي داكشي بحال هكا متشابك فيما بعده. اي دابا باش ترخفت شويه، باقي ليا صراحه دابا 3 موديول باقي خاصني نكملهم. ايوا صافي، دابا باش لقيت الوقت، حيت دابا عاد باش لومبلو ترخف لينا بحال هاد السيمانه غنبقى جو بونس 3 جوغ صافي، حيت من شحال هادي كنت السيمانه كامله كنقراها، كانت الوقت عندي عامره شارجي بزاف. وصافي هذا هو السبب الوحيد اللي خلاني نغبر عليكم، ودابا ان شاء الله ما نغبرش عاوتاني. ما عرف صراحه واش غندير لكم يومين معايا ولا اكثر، مي داكشي اللي درتو نتوما غتشوفوه. وصافي هذا الشيء ما كاين صراحه، توحشكم، توحش ندوي معاكم، توحش نجمع معاكم. لقيتوني قريه اليوم في العشيه داخله مع الوحده ونص سكيفي، يلا انا فطرت جمعنا الدنيا وغندوز دابا نوجد راسي معاكم، ما غتشوفوا معايا نهاري كي غيدوز وصافي. لقيتوني دابا غندوز نوجد راسي، اي قلت نبارطاجي معكم داكشي اللي كندير. داكشي صراحه خفيف خفيف بزاف بزاف، غير داكشي ضروري منه هو اللي كنديرو. دونك هنايا عندنا ايكرون سولير، هذه ديال سونسيلي صراحه زوينه بزاف، فليدغاتاسيون اي واشر بروف كتلق ليا في الصيف كثر. انا في البرد كندير هذيك ديال فوتو ويت، اي في الصيف كندير هذه سونسيليس. عندنا هنا كونتور دي زيو، هذا الصراحه انا عارفه مقطعون مي كنت خديته قبل من هادشي. اي دابا تيسالي ليا باش نقلب على شي واحد، ناخذ شي واحد زعما يكون زوين وعطي لي في ديالو. حتى بالنسبه للكريم ايدغاتون كانت عندي تصيغاف سالات ليا، اي دابا كنقلب على شي وحده اخرى تكون زوينه. هنايا كنمشط شفراني بهذا، اي حجباني بهذا. عندي هنايا مسك الطهاره كنديرو في اماكن نبض كيخلي ريحه خفيفه زوينه نقيه، اي ماشي مجهده. اي عندنا هنايا بلاش ديال الايسونس باش ما نبانوش صفرين وصافي. ندوزو دابا للبسه. المحطة القادمة تسعة. المحطة القادمة لقيتوني عاد خدت الضرب تلت عليا، وقلت اجي ندوي معكم شويه، شحال ما دويت معكم، شحال ما تحتت معكم. غبرت عليكم بزاف، ولكن حيت كانوا عندي لي زيكزامان بزاف، كان عندي ريجيونال يلا دوزت واحد في شهر 6، دوزت السبت. كانوا عندي لي زيكزامان عاوتاني في شهر 2، عامله لي زيكزامان مع السونتر دابا فيما كيسالي شي موديول كيتبعك فهم ابار على لي كونترول لي كونتينيو داكشي لو اف ام في الاخر ديال كل موديول كيخاص الخدمه وداكشي. المهم انا دابا في الاخر باقي ليا ثلاثه لي موديول، باقي ليا ثلاثه لونغلي تشواليزاسيون فرونسي عندي فيها عاوتاني اي في مي كونترول نهار الجمعه. المهم هاد الفتره كامله ديال لي كونترول لي زيكزامان وكذا غير بنادم يصبر شويه حق الله، حيت بصح فهاد الفتره هادي كنترخيو بزاف كنعكزو، كيجينا الملل كنبغيو دغيا نساليو كنشوفو بلي العطله جايه الصيف جاي كلشي كيدي موتيفا، ولكن خاصنا نبقاو هكا واخا. المهم خاصنا نبقاو هكا. اي صافي، هادشي اللي كان، هادشي كنت الصراحه لا ياش غبرت وغيدوز ان شاء الله للباك قريب، سيزيام قريب. هاد الفتره ديال ليزيكزام غير يبقى عندكم الكوراج وصافي، هادشي اللي بغيت نقول لكم. وصافي معرف صراحة واش غندير لكم يومين معايا ولا نهار، لا يومين ولا كثر، حيت يومين كاينه كثر ما عرفتش الصراحه. المهم صافي هادشي اللي كاين، هكذا كيداز نهاري، ما عرفتش غدا كي غيدوز. المهم غيكون غير في الدار وصافي. هادشي انا قلت ندير لكم فيديو
فترة الامتحانات اللي ما نتفرجوا في شي حاجة بحال هكا نغيروا المود ديالنا وداك الشيء. جيسبيغ لا فيديو تكون عجبتكم، جيسبيغ انني ما نكونش طولت عليكم بزاف، هو الصراحة طولت بزاف. مرحبا بنا جداد ونتلاقاو غدا. دابا عاد لقيتوني تعشيت وصليت، درت دابا نتفرج شويه في يوتيوب حيت شحال ما تفرج فريمون وشحال ما تفرج في يوتيوب، خديت شي حاجه بحال هكا باش ندوز بها الوقت وصافي. بما جاني الناس وغادي الناس بزاف ديال الشباب كيكون عندهم واش يديروها غير لان قرا الكتب ديال علم النفس، مشكل عند بزاف ديال الحجم على الحجم الطبيعي ديالهم، هادشي اللي كيخليهم يكونوا متوترين ما قادرينش يعطيو احسن ما عندهم. كيقول لك انا خدمت مزيان انا ولكن ما عطيتش مزيان في الامتحان. كلنا يا دوزناها يا ندوزو غير باغينا تجافي ذاتي، وعلمتني الدنيا وعلمتني الحياة والظروف كتغير الأحوال كتغير داكشي. علاش لا؟ أنا كان عندي واحد الحبل مع أنا الراحة النفسية هي هادي، يعني يمكن صوت زوين وطيب كتكون سبحان الله شحال عزيز علي هذا الإنسان وشحال طيب وقلبه زوين، علاش أنا كتحس بالصدق بالمشاعر ديالي؟ فخاصنا نكونوا صادقين في مشاعرنا مع ربي، وحنا نركزوا غير على علاقتنا برب العالمين، لأن هذا هو السبب علاش حنا كنعبدوه. ولكن ما نعبدوهش غير هكا، لا نعبدوه باستشعار برحمة بحب بقلب طيب بخشوع بإيمان إلى آخره. كاين واحد التنظيم اللي منظم لك حياتك في العمل ديالك ديال الناس. أنا إنسانة ما نقدرش نعيش بلا إسلام، باش نعيش بدون هذا الدين هذا اللي كيملأ لي واحد الفراغ كبير في حياتي، اللي كيكون وراء حياتي. علاش واحد يقول لي ولا وعلاش انت لابسه الحجاب ولا علاش انت دايره بحال هكا؟ انا مرتاحه هكا، انا كنختار اي جزء من ذاتي نغطي كيما انت اختاري تخطي هذه الاجزاء في ذاتك. انا هذا وانا حريتي نختار هذه الاجزاء اللي انا ما بغيتش كاع الناس يشوفوهم. حنايا غنخرجوا الجنة، هذا بسيطة نقطة في بحر مسكينة باغا تولد بالذرية الصالحة الناس. وسبحان الله شنو اللي زوين تما، ماشي بزاف كتغرغر وحده كانت حدايا. مشونيش من البارح بالليل فطرت جمع الدنيا، قلت نجي نطلع عليكم شويه. اليوم ما قارياش سكيبي، غنكون غير في الدار. والبروغرام اللي دايره اليوم انني غنجبد حوايج البرد، غنجبد حوايج الصيف ونطلع حوايج البرد، حيت باقي في هذه اللحظه هذه بالضبط باقي ما جبدتش حوايج الصيف وصافي. حيت فريمون ان الجو مخربق شويه، ما كيكون البرد ما كيكون الصاد، ما كيكونوا مخربقين بجوج، شويه برد شويه صاد وصافي. نتوما معايا انا غندخل ندوش دابا. قلت نبارطاجي معكم هذا الزيت، هذا زيت الكوك صراحه زوين بزاف، هاد لاماك خصوصا زوينه بزاف. هو عديد الاستعمالات، مي انا كنستعملو للشعر ديالي، كنابليكي في الاطراف، كندخل ندوش باي شامبوان كان عندكم كتستعملوه، اي اللي كتخرجوا كديروا اي سيروم وكيوفق لكم الشعر ديالكم وصافي. كتخليوه هكاك عطي واحد لابريونس، واحد ليدغاتاسيون للشعر واعره واعره بزاف. هذا نهار الثالث لقيتوني عاد دخلت، كنت مشيت ندوز واحد الكونترول في لونغلي، دابا خاصني ندوز واحد تيست نيفو في اسيسيا. هاد التيست خاصني ندوزو قبل ما ندوز لو اف ام، حيت لو اف ام ديال لونغلي مقالي والو وصافي. كنت بغيت نكمل معكم لا فيديو مي غتجيكم طويله بزاف. جيسبيغ انكم تكونوا دوزتوا وقيته زوينه معايا وصافي. سلامه.